السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم على واحد الاستعمال اخر ديال صباغه كادونس ميتاليك ابريد. ها هي اللي تنخدموها على الثوب وعلى الدجاج وعلى الخشب وعلى الطين، واليوم غنخدمها لكم على الحديد. دابا غنصبغ بهاد الصباغه ديال كادونس هاد النوع من الطوابل جيغون اللي دارجين على الموضه، اللي كيكونوا ثلاثه وانا غنصبغ وحده منهم، ومن بعد من نكملهم غنوريهم لك ثلاثه كي غيكون. دابا غنصبغها بهاد كادونس ابغيد ميتاليك وغنصبغ هاد البونجه. هنا غنصبغ هاد البونجه غتشوفوها كي غتكون. وهاد الطابلة راه عندها الجاجة ديالها، وغنخدمها حتى هي وغتشوفوها ملي نكملها. غنمشي غنوريكم الخدمة ديال الجاجة حتى هي كي غتكون. بعد ما كملنا الطابله في الصباغه دابا غنخدموا الدجاجه. الدجاجه غنديروا لها الصابلاج، والصابلاج غنخدموها في هاد الرشمه هذه ديال كادونس. هي واخا كبيره غنديروا لها هاد السبراي ديالها وغنثبتوها وغنخدموا، يعني الخدمه بسيطه. نهويوها شويه تبرد. الوسط راني عبرتو وعرفت فين غنخدم. انتما تعبروا الوسط وغتديروا نقطه وغتحطوا بوشوار. دابا غنبدا نخدم بالصابلاج. المهم غديرو كل الرشمه كامله وتخليو ان شاء الله 20 دقيقه. غادي نوريكم الطريقه كيفاش نكمل ان شاء الله. نوريكم الطريقه كيفاش هي. دابا كملتها وغنتسناو على 20 دقيقه وغادي نشوفوا المرحله الاخرى. بعد ما دازت 20 دقيقه حنا غنقيدو هاد الفشوار. هي كي غتجي تتجي دابا غنهزوها نغسلوها في الدجاجة الطويلة ونشوفوها معاها باش نبينوها ليكم. شوفو مزيان ان شاء الله ملي غنكملوها غنديرو لها الفينيغوار تشوفو حتى هويا. باش غتبان لكم مسحه. بعد ما درنا الصابلاج ومسحنا الدجاجه مزيان، ودابا غنديروا ايفي ميغوار غنديروه من التحت وغنحركوا القرعه مزيان على الماركه ديال ايفي ميغوار. ونبعدو يدينا شويه ونخدمو.
دابا كملناها وغنتسناو فيها تنشف وغندولها الفيرني وغنوريوها لكم كي جات. عرفتي فين هو ونشفات؟ دابا غندولها الفيرني، ها هو الماركة ديال الفيرني تندولها، هذا هو اللي غنخدم به. والطريقة ديالو هي هادي، كنحركو شوية صافي ونسوطو عليها، صافي ونخليوها تنشف إن شاء الله ونوري لكم كيكونو في الآخر. هما لي طالب دابا فاش كملو، صبغنا الحديد بالصباغة كادونس أكريليك، والجاجة درنا ليهم صابلاج ديال كادونس، ودرنا إفي ميغواق. هما دابا فاش كاملين، وإن شاء الله نتمنى يعجبوكم، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم.